من القاهرة إلى كازابلانكا نرسل لكم خالص التحية، وننتظر مباراة كبيرة بين الشقيقين الأهلي والوداد، وننتظر كأس البطولة. طيب. تغلق الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير الذي يكتبه النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة. أهدف باسمك مهما كان. الله أكبر، هدف الفوز الغالي بمشيئة الله. تستلم الاثنين ويديك وعينيك. كلها ساعات ويصنع أهل التاريخ تاريخ جديد. بطل أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، إنجاز استثنائي ما يقدرش يعمله غير نادي استثنائي. الأهلي اللي متعودين معاه إنه دايما جاهز، ما يفرقش مع ظروف، يكسب بره وجوه قدام جماهير أو في غيابهم. مع الأهلي مفيش مستحيل، ولو على المستحيل فهو عند اللي بيواجه الأهلي مش العكس. مستنيين الأهلي بالكاس وكلنا وراه وعارفين إنه هيفوز.